بسم الله الرحمن الرحيم. اشترت عائشة هذه الكتب بثمن 26 درهما للكتاب الواحد، كما اقتنت خزانة ثمنها 97 درهما. كم كلفتها هذه المشتريات؟ المشتريات هي الكتب زائد الخزانة. اقتنت خزانة يعني جلبت خزانة، اشترتها بسبعة وتسعون درهما. أما الكتاب الواحد فثمنه 26 درهما. كل كتاب 26 درهما زائد 26 درهما زائد 26 درهما زائد 26 درهما إلى آخره، يعني 26 درهما 8 مرات، لأن عدد الكتب 8، كل كتاب ب 26 درهما، ف 26 8 مرات، 26 مضروبة في 8، هذا وضع أفقي، هنا وضع العمودي، 26 مضروبة في 8، 8 في 6 48، أكتب 8 أحتفظ بأربعة، 48 أكتب الوحدات أحتفظ بالعشرات، 8 في 2 16، و 16 زائد الاحتفاظ 24، ثمن الكتب 208 دراهم. لدينا 8 كتب كلفتها 208 دراهم. إذن الكتب، ثمن الكتب زائد ثمن الخزانة، ثمن الخزانة 97 درهما، كتابة أفقيا أضعها عموديا، الكتب زائد ثمن الخزانة، ثمن الكتب زائد ثمن الخزانة، الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات. أبدأ من اليمين، 8 زائد 7 15، 15 أكتب الوحدات وأحتفظ بالعشرات في العمود الموالي، 9 زائد الاحتفاظ 10 أكتب 0 أحتفظ بواحد في العمود الموالي، 2 زائد 1 3. إذن كم كلفتها هذه المشتريات؟ كلفتها هذه المشتريات 305 دراهم، درهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.